ولمناقشة الغارات التي استهدفت مخازن السلاح تابعة للحشد المنضوية تحت إمرة إيران، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو الخبير العسكري والأمني الدكتور فالح حسن الموسوي. دكتور فالح، السلام عليكم. يعني كما ورد قبل قليل، انفجار مخزن سلاح تابع لميليشيا الحشد في قرية المعمورة التابعة لقضاء هيت. دكتور، كيف تقرأ الهجوم الجديد؟ السلام عليكم ورحمة السلام الله وبركاته. تحياتي لك أخي ولجمهورك الكريم. الحقيقة قبل أن أدخل بالإجابة على السؤال، عندي مقدمة قصيرة جدا وضرورية جدا في هذا الوقت بالذات أن نقولها، ومرتبطة بالقصف ومرتبطة بما يسمى بالحشد الشعبي. إيران تلعب لعبة توزيع الأدوار. توزيع الأدوار اللي لعبتها إيران في الداخل الإيراني، وجود حمائم ووجود صقور من رفسنجاني اللي كنا نعتقد هو مع أمريكا وطلع هو مسؤول تشخيص النظام، إلى خاتمي، إلى وصلنا نجاد، ومن ثم إلى هذا الروحاني. هذه الآن توزيع الأدوار نقلت إلى الداخل العراقي، والممثلين ما شاء الله بالعراق محترفين. فلو نشوف أنه الصدر والخزعلي كلاهما نفس العمر، كلاهما من نفس الرحم، كلاهما ما في أي خلاف عقائدي بينهم، ماكو أي خلاف فكري، لكن أحدهم يمثل الحمام والآخر يمثل الصقور. الفياض والمهندس أحدهم يمثل الحمام وأحدهم يمثل الصقور، وكلاهما تابع للولي السفيه. العبادي والمالكي كلاهما من رحم حزب الدعوة العميل بامتياز لإيران، لكن أحدهم يمثل الحمام والصقور. الآن الحكومة المشكلة في العراق من برهم إلى عبد المهدي إلى الحلبوسي هي حكومة إيرانية بامتياز. فهذا الدفع بأنه الحكومة العراقية تعمل على الرد على ضرب مواقع إيرانية، المواقع التي تضرب مواقع إيرانية بامتياز، فيها عراقيين منتمين إلى ما يسمى بالحشد الشعبي تابعين للإيران، ودولة ما نقدر نقول عليهم عراقيين. هذه العملية الآن المهندس يقول لي ينادي بموضوع قوة جوية ودفاع الجوية، الفياض ضد الدفاعات الجوية وضد القوة الجوية، وأنا عندي معلومات دقيقة جدا، أكو معاهد مدنية لتدريب على الطيران في عباس بن فرناس من سنتين أو ثلاثة، وفي قاعدة بلد الجوية هناك طيارين ينتمون إلى الحشد الشعبي. والآن الحكومة العراقية تطالب باقتناء أسلحة دفاعات جوية، وقد تصل إلى الأسلحة الصواريخ الروسية تقاوم من ومن أجل من؟ والسؤال الآخر، هل تسلح الجيش العراقي أم تسلح الحشد الشعبي؟ وإذا سلحت كلاهما فماذا يعني إذا امتلك الحشد الشعبي دفاعات جوية وامتلك طيران وامتلك قوة الآن في عاشوراء بالذات، هاي الملاحظة الدقيقة اللي أريد أقولها، كنا نعتقد أنه الشعب العراقي راح يرد على الإساءة إلى نساء العراق اللي كانوا يزورون إيران، فالآن يدفعون 500 دولار لشباب مقرر فيهم يقبلون أحذية الإيرانيين القادمين من إيران. والقادمين من إيران نساء متعة يحملن الآيزس، ورجال يحملون حبوب الهلوسة والترياق والحشيشة إلى العراق. بكل ما في وضع مشوش، كنا نقول قط وفار وكنا نقول توم وجيري، الآن توزيع أدوار وتضليل للعراقيين وللشعب العراقي. أمريكا يعني كما تفضلت دكتور، آسف للمقاطعة، بأن إيران تلعب لعبة توزيع الأدوار، ولكن ألا تلاحظ زيادة الضربات على مواقع الميليشيات وأيضا استهداف مخازن سلاحها خلال الفترة الأخيرة؟ ما الهدف من ذلك دكتور؟ اكو هدفين، يعني انت شفت الصراع بين حزب الله بلبنان وبين الكيان الصهيوني، انت سامع بمصطلح سابقا يقول ضربات لا تؤدي الى حرب؟ يعني مصفحه تنضرب من حزب الله يعتبروها فتح الفتوه.
والكيان الصهيوني يرد بمدفعية على مناطق زراعية بلا خسائر، وقد يكون العتاد خلف. أنا ما سامع سابقا بمعركة اسمها معركة ضربات جوية وضربات مدفعية لا تؤدي إلى حرب، يعني اتفاق. أما موضوع الاستنزاف، يعني حرب الاستنزاف اللي شنها الكيان الصهيوني على أذرع إيران، على ذراع إيران في العراق بالذات، مو في لبنان ولا في اليمن ولا في سوريا. الضربات الآن موجهة إلى أذرع ذراع إيران في العراق، هذه حرب استنزاف، مثل ما يستنزفون إيران اقتصاديا الآن. بالمناسبة العراق استنزفوا اقتصاديا، فرضوا عليها حتى عدم استيراد قلم الرصاص لأنه يقولون كان مزدوج. الآن فقط حصار نفطي. طيب والآن دكتور لندخل أكثر في عمق التحليل السياسي أكثر عمقا، يعني القصف أسفر عن مقتل 18 وإصابة 32 من ميليشيات الأبدال والنجباء في غارة بمدينة البوكمال، لكن بماذا تفسر وجود كل هذا العدد من الميليشيات في سوريا، حتى أن البعض بدأ لا يحصي أسماءها؟ ما الهدف من ذلك؟ هل هي يعني خطة أمامية أو الهروب إلى الأمام من أجل مجابهة الكيان الصهيوني مثلا؟ أنت ذكرت بتقريرك، أنت سميته الطريق الأصفر. نعم. هذا الطريق إيران الآن تدفع بكل ما تمتلك من قوة لأن يتحول هذا الطريق إلى واقع، لأنه الآن بالمناسبة يقال أنه بعض التقارير أنه أسلحة ومعدات وجيش أمريكي ده يدخل عبر طرابيل إلى العراق. بالمقابل إيران هذا الطريق جدا مهم وحيو إلها حتى يصير اتصال بري بين إيران وبين لبنان، والهدف منه هو تهديد أمريكا بشكل أو بآخر أنه هم عندهم القدرة على أن يحركون أجنحتهم أو أدرعهم في لبنان وفي سوريا وفي العراق، وبالتالي هو عملية تخويف للجانب الأمريكي أو شد أعصاب للجانب الأمريكي. طيب دكتور بعجالة لو سمحتم، تحالف الفتح يطالب حكومة عادل عبد المهدي بالرد على الكيان الصهيوني، وذلك لأنه قصف مقرات الحشد. هل ترى يعني هذا منطقي مثلا؟ بعجالة لو سمحتم. هاي سخرية فعلا الكوميديا السوداء بالمسرح. الفتح بدل ما أنتم تطالبون الحكومة العراقية الضعيفة الغير قادرة على الدفاع عن نفسها، طالبوا إيران اللي هي رضيتكم وهي وليكم بالدفاع عنكم. هو الفتح منه؟ الفتح عبارة عن جيش تابع لإيران، يعني من هو العامري وغير العامري؟ نعم، هم ناس تابع لإيران، فالأولى بإيران الدافع عنهم. نعم، الأولى بالحكومة العراقية. بس هذا يسموه رفع عتب حتى الشعب العراقي من يسألهم يابا أنتم مو كنتوا تبيعون عنجهيات باسنا ونطلب دمر، شو أنتم ساكتين؟ يقولون والله إحنا ما ماخذين الموافقة من عادل عبد المهدي. نعم دكتور. من مالمو الخبير العسكري والأمني الدكتور فالح حسن الموسوي، شكرا جزيلا لكم.